أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. برحب فيكم وأتمنى أنكم عم بتشوفوا الحلقات وعم تستفيدوا منها. وخلونا في البداية نرحب بنوال. أهلا وسهلا يا نوال، أهلا كيفك فيك. اليوم؟ الحمد لله. كيف نشاطك؟ تمام. اليوم حنتعلم اللازانيا. حلو. شو رأيك؟ أعزائي المشاهدين، وصفتنا الأولى حتكون لازانيا، وهي من الوصفات اللي طلبوها الجماهير على موقع منال العالم أونلاين. نشوف سوا الوصفة. أعزائي المشاهدين، وصفة اللازانيا باللحم والمشروم من الوصفات اللي طلبوها الجماهير على موقع منال أونلاين. إحنا قبل بداية شهر رمضان حطينا بعض الأفكار وحبينا نسمع من الناس شو بدهم منال تطبخ، فكانت هذه الوصفة من الوصفات اللي أخذت ريكورد عالي جدا. إحنا اليوم وصفتنا كتير بسيطة وسهلة وحنشوف سوا المقادير. لازانيا باللحم والمشروم. 300 جرام لازانيا، خليط اللحم، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 500 جرام لحم مفروم، 1 حبة كبيرة بصل مفروم، 3 فص ثوم مهروس، 1 ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف، 2 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 كوب ماء، 1 كوب ريحان أخضر مفروم. خليط المشروم، 2 ملعقة كبيرة زبدة و400 جرام مشروم شرائح. للبشاميل، 6 ملعقة كبيرة زبدة، نصف كوب دقيق، 6 كوب حليب، 2 ورق غار، ربع كوب جبن بارميجان مبروش، 1 كوب جبن موزاريلا مبروش، 1 كوب جبن شيدر مبروش. أعزائي، وصفة اللازانيا من الوصفات اللطيفة جدا في شهر رمضان. ونسأل نوال، إيش رأيك بوصفات اللازانيا والمكرونات بصفة عامة؟ أنا صراحة بحبه كتير 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 زاكية. عشان سهل يعني؟ لا لا، هو خصوص اللازانيا إلى طعمة تانية. حلو قوي. أعزائي المشاهدين، طالما نوال مبسوطة اليوم في الوصفة اللي اخترناها فأكيد حتتقنها. طبعا لازم. بتحبي شو نبتدي الأول؟ ممكن نبتدي باللحم أو بالمشروم. ممكن نبتدي باللحم عشان تستوي شوي. ما في مشكلة. أعزائي المشاهدين، نبتدي اللحم. بنحتاج نسخن شوية زيت حسب اللي بتحبوه، شوية زيت زيتون أو شوية زيت ذرة أو سمنة، إذا في ناس يمكن يخطر على بالهم يحبوا يستعملوا سمنة أو زبدة. حلو. اللي موجود عندكم أو بتحبوا تستعملوه. هحتاج هون نوال شوية ريحان. ما تكلمناش عن الريحان، عندنا ريحان أخضر. شايف الضم اللي هناك؟ جيب لنا اياها من فضلك. اعزائي المشاهدين، الريحان من اطيب الاعشاب والاطريات. طبعا هو والنعنع يعتبروا طبعا يعني ريحتهم هيك في المطبخ بتبقى جميله جدا. بس عيب الريحان انه روحه قصيره طبعا، فبس تشتروا ممكن نخليه في اي كونتينر عندنا بالشكل هذا في مي. نفس المنظر نوال، بس حاعطيك انا فكره هلا بسيطه. هاخذ قطعه جعبالنا هيك واحنا بنحكي، ورق مطبخ، تعال نبللها بشوية مي أو فوطة خفيفة، ونروح حطينها على وش الريحان بالشكل هذا ونحطها بالتلاجة. نضله فريش ومنتعش وقت اللي بدنا بنقطف منه وبنستعمله في منتهى السهولة. هنخليه جنبك نوال تاني. هلأ عنا أعزائي المشاهدين نشوف الزيت سخن ونبتدي نضيف اللحم. واللحمة هتخليها تستوي؟ لازم تستوي على الآخر. لحمة مقلبة زي ما بنسميها. حلو. ولابد أعزائي المشاهدين نستمر بالتقليب لغاية ما بتغير اللون عشان ما تتجمع اللحمة كلها تصير على بعضها. طبعا. بنحاول وإحنا بنقلب هيك شوي شوي نفتتها بالطريقة هاي. أعزائي المشاهدين، نبتدي نجهز البصل المفروم ونشوف بعد هيك خطوتنا التالية. نوال، هلأ بنبتدي نضيف البصل المفروم. وبتتذكري قلنا في عنا توم، فصين أو ثلاثة توم مهروس برضو بضيفهم مع الخليط. ببتدي هلأ أشوح اللحم مع البصل والتوم عشان تأخذ طبعا ريحة التومة والبصل بشكل رائع. اللحمة هون أعزائي المشاهدين إحنا
ما بدنا اياها تبقى ناشفه كتير، بس بنفس الوقت تبقى مستويه وطعمها لذيذ. فالتشويحه هذه ضروريه عشان أكيد. ما يبقى عندي لحم مسلوق. فبنطول بالنا ما نستعجل لغايه ما تشموا ريحه اللحمه هيك تبقى شهيه ومنعشه. حنضيف هلا شويه اوريجانو ونضيف شويه ملح، واعطيني فلفل اسود من فضلك نوال. تفضل. دائما نطحن الفلفل الاسود فريش، بنشم ريحته وبنستفيد منه اكثر. خليها على جنب هلا، حستعملها كمان شوي. تفضل. هلا خطوتنا التاليه نوال، انا حط في النار. اوكي اوكي. حاضيف شويه ريحان واضيف واحد كوب من المي. اعزائي احنا عايزين اللحمه فيها صوص فيها طبعا. مي، لانه احنا عم نعمل لازانيا زي ما قلنا، انا حط في هلا النار عم نعمل لازانيا، فعايز اللازانيا تبقى فيها سوائل طبعا عشان تنطبخ شرائح اللازانيا. اكيد. فخليت هذا حخليه على جنب. خلصنا من المرحله الاولى ونبتدي نشوف مرحلتنا الثانيه. هلا مرحلتنا الثانيه كتير بسيطه نوال، حسخن اللاي بالشكل هذا ونبتدي نسيح او ندوب شويه زبده ونبتدي نجهز المشروم. حلو. المشروم انا بدي ادبله او اشوحه بشويه زبده عشان يبقى له طعم لذيذ. ممكن ناخذ قطعه المشروم صديقتنا العزيزه هذه، ما بستغني انا عنها. اكيد. بنحط شرائح المشروم بالشكل هذا ومجرد نضغط عليها هالضغطه الخفيفه. حلو. وممكن طبعا اذا حبيتوا تقطعوه يدويا ما في مشكله عندنا. نوال خلينا ابتدي احط هدول. تفضلي. عشان القلاي الزبده عندي خلص ساحت. نكمل برضو نفرم الباقيين. إذا مش موجود عندنا المشروم الفريش ممكن ببساطة نستعمل المعلب وبرضو نشوحه شوي عشان أنا بدي ياخد طعم. بس أسكى الفريش. أسكى طبعا، يعني فرق كبير، بعطي طعم أسكى طبعا، فرق يعني ما في مقارنة. نطلع شيلي هاي، نشيل هاي. أعزائي المشاهدين أنا هلأ مجرد بشوح المشروم بهالطريقة. لاحظي هلأ مجرد ما شمينا الريحة تشوح عندي بالطريقة هاي. بتحطيه فوق البص زي ما بدك، أو ممكن تخليه لحاله نحطه ما بين الطبقات ما في مشكلة عندنا، بس أنا مش قادرة استحمل ريحته. لا أنا عارفة. أعزائي المشاهدين خطوتنا التالية نوال، هلأ بدي أجهز البشاميل من فضلك. عايز الزبدة، كل هاي زبدة بتستعملي؟ نحتاج كمية كبيرة لأنه إحنا ما عندناش سوائل تانية كتير. عايز أعمل كمية كبيرة من البشاميل. حلو. حنحتاج طحين من فضلك، يبقى فضل. نسخن الزبدة، نضيف الطحين. وهالمكونات حقلبها لغاية ما يتحمص عندنا الطحين تحميصة خفيفة. مش يسيح، ممكن بيسيح ببساطة ما في مشكلة عندي انه يدوب، لا انا بدي ياخذ تحميصة خفيفة، بيبقى طعم البشاميل لذيذ جدا. حلو. بقلب هيك باستمرار لغاية ما حتشمي ريحته، برضو زي ما شمينا ريحة المشروم حتلاقي ريحة الطحين المحمص بتبقى كتير لذيذة. هلا حضيف انا الحليب نوال، كمية الحليب عندنا كبيرة شوي لانه بدنا كمية كبيرة من البشاميل. وهذا بتضلك تحركي فيه لحد ما يمسك؟ لابد في الأول، بس أول ما يبتدي الطحين هيك يمتص. على فكرة هذا المضرب أوكي أنا بحبه وأنت بتحبيه أنا عارفة، بس بفضل مضرب سيليكون عشان ما يتجرح عندي.
أنا عارفة أنك بتحبي هذا بس لأشياء يبقى مش مباشرة على الطنجرة. أعزائي المشاهدين بنقلب البشاميل لغاية ما يتماسك عندي ونشوف بعد هيك خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين البشاميل هلأ غلي عندي لحظة نوال وبنفس الوقت قوامه خفيف. هذا بشاميل بنسميه بشاميل خفيف لأنه إحنا قلنا عايزين مع اللازانيا يبقى عندنا سوائل طبعا، فعشان هيك ما بنفع يكون تقيل زي ما في بعض الأوقات بنعمل في بعض الوصفات. أعزائي المشاهدين نبتدي نجهز هلأ، خلي الطبق هيك عندنا على جنب، البشاميل عندنا جاهز وعندنا اللحم برضو زي ما ذكرنا قبل شوي نوال، اللحم فيه نوع من السوائل برضو هخليه جنبي. نبتدي أعزائي المشاهدين نوزع شوية بشاميل في الطبق. وحنوزع عليه بعض شرائح اللازانيا. نحط هيك كذا شريحة. ونوزع شوية لحم مع المية بتاعته. وشوية مشروم. وانت يا نوال عليك مهمة كتير بسيطة، هتوزعي لنا شوية جبن. ثلاث أنواع. رشة خفيف من كل واحد. تمام. منيح جدا. ورشة موزاريلا. وشوية برمجان. هبتدي هلأ برضو أوزع أنا شوية بشاميل. خفيف برضو. نوزع بعض شرائح لازانيا. هو ممكن تحط اللحمة قبل بيوم؟ أيوة. هدول بكون حاضرين وهدول. أيوة. ولكن البشاميل ما ينفعش نعمل قبل بيوم. يعني لازم تعملي. بدك تعملي قبلها. وقتها. برضو بنكرر هالخطوات. هلا فينا نحط كل كمية اللحم مع المية بتاعتها. شايفة كل المية هذه نوال احنا عايزينها. عشان بدنا سوائل زي ما قلنا عشان ينطبخ فيها اللازانيا. كل هذه حتمص اللازانيا. بحبش اللازانيا تبقى ناشفة. كل ما كانت جويس هيك من جوا وتكليها والبشاميل هيك سايح والجبنة عاملة عمايل. اكيد لازم. بعدين حتحطي فوقيها معكرونة بشاميل. هلا بنحط برضو طبقة تانية نوال من البشاميل من اللازانيا اقصد. ممكن تستعملي اي نوع. اي نوع اللي متوفر عندكم اللي بتحبوه. هلا حنوزع طبقة البشاميل كليتها بالشكل هذا. حتوزع عليها برضو شوية أجبان بنفس الطريقة. وآخر مشروم حتحطي آخر شيء. خلاص حطي لنا بس الجبنة بيبقى شكلها حلو لما تبقى على الوش. أعزائي المشاهدين اللازانيا من الوصفات السهلة. أنا بحب أغطيها شوي بورق ألمنيوم فويل هيك أول ما أدخلها الفرن عشان ما تنشف. لازم. تاخذ وقتها وتستوي كويس بعدين في اخر 10 دقائق بنشيل الورقه. هذا اقتراح. في ناس ما بحطوه على طول بندخلها الفرن بالشكل هذا. اعزائي المشاهدين اللازانيا بندخلها الفرن على درجه حراره 170 لغايه ما تاخذ لون ذهبي لطيف ونبتدي نستعد لطبقنا الرئيسي. قلبنا اللحم واضفنا البصل والثوم، اضفنا بقيه المكونات، شوحنا المشروم بالزبده، جهزنا البشاميل في طبق الفرن، وزعنا رقات من اللازانيا والبشاميل واللحم والجبن ودخلناها الفرن. لازانيا باللحم والمشروم. 300 جرام لازانيا
خليط اللحم، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 500 جرام لحم مفروم، 1 حبة كبيرة بصل مفروم، 3 فص ثوم مهروس، 1 ملعقة كبيرة أوريغانو مجفف، 2 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 كوب ماء، 1 كوب ريحان أخضر مفروم. خليط المشروم، 2 ملعقة كبيرة زبدة و400 جرام مشروم شرائح. للبشاميل، 6 ملعقة كبيرة زبدة، نصف كوب دقيق، 6 كوب حليب، 2 ورق غار، ربع كوب جبن بارميجان مبروش، 1 كوب جبن موزاريلا مبروش، 1 كوب جبن شيدر مبروش.